مش خايفة، مش عارفاني. انا ماما، انا ماما. طيب يا جماعة، اليوم حكي عن أحمد حسن. يا جماعة هالعيلة مستفزتني من زمان، رح احكي لكم كيف حنحبسه، رح احكي لكم ايش قاعدين بأثوا نفسيا على بنتهم. من زمان نفسي اطلع بقلبي، نفسي انتقد براحتي، فهذا حيكون اول فيديو لي زي هيك. ويلا نبلش يا جماعة، انا متحمس احكي عن الموضوع. طيب يا جماعة، حبلش احكي عن زينب كيف بتأثر على ايلين. زينب مثلا عملت حالها مغمى عليها قدام بنتها، بنتها فعليا صارت تصرخ بتخايف يخاف عقلها. الحص 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 الحص. واخر فيديو اللي عمل الضجه اللي فعليا حينحبسوا عشانه، يمكن طفله تروح من عندهم. كل هذا هسه حيصيح، واجيكم الفيديو ويلا نبلش. صباح الخير، صباح الخير على اجمل عيله في الدنيا، عيله احمد حسن وزين. اول ما تطلع على الفيديو بتحكي اوه محلاهم، هدول عيله سعاده مش طبيعيه. ايه ده؟ ايه ده؟ طيب يا جماعه، بدايه الفيديو ايلين بضلها تنكس امها، بضلها تنكس بامها، وفعليا الموضوع خوف لانه البنت ما يعني البنت دائما امان تبعها بتروح عند امها يعني، بس فعليا هون لا، نكسها ضلت تنكسها ضلت تنكسها ضلت تنكسها. انت بتصير تعرف انه فعليا في اشي غلط، لانه بنت ما بتنكس امها 60,000 مره. احمد حسن يا جماعه تخوت على زينب تخويت على شكلها. انت شكلك النهارده خوف ولا ايه؟ تقريبا. مالك فيه؟ صح، ولا عمري شفته بالزواج مع بعض، يعني ما شفت والله زوج بتخوت على زوج على شكلها. انت شكلك النهارده خوف ولا ايه؟ تقريبا. ايش العلاقه الزوجيه الغريبه هاي؟ فكرت اعمل فيها مقلب عن ان انا اغير لون بشرتي خالص وهلبس باروكه واشوفها تعمل ايه لما تشوفش. عيله ما بتستحق يكون عندها طفل، وهسه بتشوفوا ليش، هسه بتشوفوا وحفهمكم ليش حنسجنوا، حفهمكم كل شيء. خلينا شوي شوي نمشي. شكلك وحش جدا النهارده، تعال نجرب اخر مره مع ايلين وندك. طلع هون احمد حسن كيف بتخوت على زوجته. شكلك وحش جدا النهارده. يا جماعه مشان الله، والله عيله مريضه نفسيا، فعليا في طبيب نفسي حكى عن الموضوع هذا، حكى انه هاي العيله احمد حسن مريض نفسي باشياء معينه، الزوج نفس الاشي. تمام، اللي انا هلبسها ودلوقتي حط فونديشن غامق. بتبلش زينب بس بدها تسوي المقلب تبعها ببنتها، شو بتعمل؟ وشي في لون غريب حصل، بس طبعا كل ده ظبطه وحط عليه فاونديشن دلوقتي. طيب يا جماعه، العالم وامريكا خصوصا قاعده بتحارب العنصريه ضد اصحاب البشره السوداء. To be quiet. فعلا قاعدين بيعملوا اعتصامات، طوش، ناس بتنقتل عشان يحاربوا العنصريه هاي، وزينب قاعده بتستعملها عشان المشاهدات وعشان ايش تجيب مشتركين. بس زينب هون قاعده بتورجينا كيف ممكن الواحد يكون عنصري. تفضل شوف شوف. هوبا لولي. مو طبيعي. يا بيبي مش عاجبها. ماما انا ماما وربي. ويا جماعه زينب راحت عند بنتها وبنتها خاف عقلها، قاعده بتصيح ويعني هيك بتحس خلص حتفقد عقلها، بس هي مش فاقه معها. وفعليا الحمد لله في واحد بمصر راح قدم شكوى للمجلس القومي للامومه والطفوله، حيروح عند بيت احمد حسن وزينب، فعليا حيشوف الوضع كيف. فاذا حس ان الموضوع فيه فعليا تاثير على نفسيه الطفله، خصوصا انه في طبيب نفسي اللي انا حكيت عنه حكى انه الطفله هاي يا جماعه كثر ما قاعد بصير معها قصص على الفيديوهات، بس على الفيديوهات حيصير معها كثير اشياء سيئه، منها الاكتئاب، منها عدم الثقه، منها الوحده، منها الوسواس القهري، كثير اشياء حتصيب الطفل اذا ظلت زي هيك. فالحمد لله حيصير في اركان من شغله ممكن ننتهي من احمد حسن وزينب للابد. حيروح عند بيتهم حيتاكدوا اذا الطفله فعليا قاعده بتعاني من المشاكل هاي او حتعاني منها بالمستقبل. ممكن يحبسوا احمد حسن وزينب لمده 3 سنين يا جماعه، 3 سنين. وممكن شغله ثانيه ياخذوا بنتهم من عندهم، فعليا ياخذوا ايلين من العيله ويخلصوا خالص. هاي بنتكم مش معكم. نايمه مش معانا خالص دلوقتي. هنحكي لكم بقى دلوقتي يا جماعه ازاي بنتنا دمرت لنا حياتنا قبل ما تيجي اصلا الدنيا يعني. انا هاي العيله مستفزتني لابعد حد، انا ما شفت يا جماعه عيله بحياتي مستهتره بطفلتها، مستهتره بالعلاقه الزوجيه لبناتكم اصلا. الطفله نفسها من اول ما انولدت يا جماعه، من اول يوم كانت تتعامل معامله ماديه كانها هي بتجيب الفيوز للفيديوهات. اقسم بالله ما سكتك. صراحة أنا يا جماعة مستفزني الموضوع من زمان، والحمد لله فعليا مصر صارت تضحك للموضوع، وحتنتهي إن شاء الله هالشغلة هاي ونخلص منهم على اليوتيوب. ماشي بيجيبوا لنا محتوى واحنا مبسوطين فيهم. طبعا هذا الفيديو يا اخوان هذا صاحب القناة نزله، بس قاموا الناس يعني جلدوه حرفيا، يصور فيها في كل التفاصيل في كل الوضعيات وهي بتولد. دلوقتي خلاص أنا ده يا سلي ولا مش هي.
بدنا خايفه، طلعوا كيف خايفه بنتنا. الموضوع كثير ضحك. احنا بجيب لنا محتوى بالامانه يعني، احنا كل ما الواحد يخلص موضوع ابو احمد حسن وزينب بعرف كلهم مخبصين الدنيا وبعمل عنهم فيديو انتقاد او شيء زي هيك وبخلص، بس الموضوع زاد عن حده، في طفله بالموضوع يا جماعه، في طفله ونفسيتها ومستقبلها كله حيضيع. عشان ايش؟ عشان اليوتيوب يا زلمه، انت وزوجتك بتعمل كل هذا عشان اليوتيوب، عشان المصاري، عشان الفيوز، عشان المشتركين، كل هذا بتعملوها ببنتكم؟ مو طبيعي، اقسم بالله يا جماعه وهم تم استفزازي زي هيك على اليوتيوب ابدا. يا جماعه حسيت الفيديو قصير فما عرفت شو اعمل، فرحت سالتكم على الانستغرام حكيت لكم يا جماعه مين اليوتيوبر بدكم ايانا قناته، وحطيت لكم غمزه، حطيت لكم غمزه، حكيت لكم قناه عائليه. خلص اتوقع هيك انا يعني عشان تعطوني الجواب طوالي، فانا اقراه واحطه بالحلقه ونطول الحلقه عشان يعني فاهمين على اليوتيوب يكيف علينا ونعيش حياتنا. فهسه بشوف الاجابات، يعني المفروض خلص ان كلهم يكونوا احمد حسن ونخلص. اول جواب قناه احمد ويكات. اخ ليش؟ انا شو دخلني يا جماعه؟ طلع. بعدين الجواب الثاني قناه احمد ويكات لانه بيقلد ابو رب. اوكي خلص اكيد اكيد. الثالثه يا جماعه، الثالثه نابته دايما بيحكوا، الثالثه خلاص حيحكوا احمد حسن وحتريحوني وانا حبطل اتعب بحياتي زي هيك. اوكي الجواب معروف دويكات. اخ شو عملت بحياتي انا؟ ليش يا جماعه؟ ليش؟ الله يسامحكم. احمد حسن، الله الله الله، يوسف الفنان. وانت احمد حسن، وانت ما طلعتش من تبعي. انت عبد الفتاح بيقول لي ما حقول القناة لأن الكل متفق عليها، راح أقول لا تنسوا اللايك والاشتراك. والله عبد الفتاح من الأشخاص أنا حسيتهم فهمانين. جي إكس أحمد حسن وزينب، محتوى تافه كله مقالب. الله والله يعني آية بتحكي أحمد حسن طبعا، والله أنت طبعا، والله أنت طبعا بتحكي صح، يسعد دينك. وأنا هسا خلاص خلصت الفيديو، حبيت أنتقد أخذ راحتي وأحكي لكم هاي القصة كاملة. أنا أتوقع بالفترة الجاي قناتهم حتوقف فيديوهات، يا اليوتيوب حيمحي فيديوهاتهم أو إن شاء الله هم يمحوا فيديوهاتهم نخلص منهم. وأنا بعتذر يا جماعة لو زودتها بالحكي أو انتقد زيادة، أو أحكي لكم والله ما بعتذر، والله ما بعتذر، مبسوط أنا اللي حكيته بصراحة، قلبي هذا الحكي ده ما بعتذر. بعتذر جد، هذا كلام من قلبي وحضلني أحكيه وحمل أكثر من فيديو. ويا جماعة في فيديو نفسي أعمله بعشرين دقيقة هيك إيش حيكون عنهم، بس إذا أنتوا حابين، إذا وصلتوا هالفيديو 10,000 لايك أو 15,000 لايك إيش زي هيك بعمل الفيديو عنه. في فيديو أنا نفسي فيه حيكون كثير قوي، حيكون بجنن، فاحكوا لي إذا حابينه ولا لا. وبس يا جماعة شكرا لكم شفتوا الفيديو، احكوا لي رأيكم بالتعليقات لأنه صاحبي يهمني رأيكم. ويلا بيس.